السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا كل مشاهدينا وحلقة جديدة من برنامجكم بيت دعاء. على قد ما أنا بفرح جدا بالتواصل مع المشاهدين، لكن الحقيقة إن في مكالمات بقت بتتعب القلب بجد من كتر الألم والشكوى. نفسي أعرف فين الرحمة والتراحم، ليه البيوت بقت بتعاني كده، فين السكينة اللي علشانها بتتبني البيوت. خلال الفترة اللي فاتت مكالمات كتير جات لنا من ستات بتشتكي من حرمانهم من زيارة أهلهم. تخيلوا واحدة تعيش وسط أب وأم ولا أخوات 20 ولا 30 سنة، ويجي واحد بعد كم شهر ولا بعد سنة يقول لها لا مش هتروحي لأهلك تاني. طيب ليه وإزاي وهل ده ينفع؟ ده اللي هنعرفه مع ضيفنا الشيخ أحمد المالكي من علماء الأزهر الشريف. أهلا بك يا شيخ. الله يخليك يا رب، يحفظك ويكرمك ويسترك يا رب. يا رب الستر والصحه يا رب ورضاك والجنه يا رب. عامه ايه رايك في الموضوع ده اصلا؟ على سيدنا محمد. لا، رايي ان ده قهر بصراحه، قهر وظلم. يعني ايه يعني واحد يقول لمراته لا انت ممنوع تروحي عند باباكي او مامتك او اخواتك او جدتك او خالتك او عمتك، يعني اهلك، يعني ايه واحد يمنع واحده عن اهلها؟ حاجه يعني غريبه بصراحه. طيب انا ارجو ان انت تسيبوا لي فرصه النهارده، معلش انا استاذن. يعني الحمد لله وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا مولانا رسول الله. لك فرصه دقيقتين صلى الله عليه وسلم وبعد. ما انا مش عارف اقول حاجه لان انا لا قول يا شيخ احمد عشان ده موضوع مهم. اللهم لا حول ولا قوه الا بالله، اللهم لا حول ولا قوه الا بالله، اللهم لا حول ولا قوه الا بالله، تمم اللهم ما به بداتنا ولا تسبنا، اللهم ما اعطيتنا، اللهم امين. انا بقيت احس ان احنا قاعدين في مجتمع للاسف الشديد عامه، يعني ان المجتمع ده أصبح متشددا بفطرة، يعني هو عنده كده قابلية أنه يتشدد، قابلية أنه يتعنت في كل شيء، قابلية أن أنا عارفة اللي هو بيبقى الإنسان يستطيع أنه عاوز يفهم القرآن بمزاجه. مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وأنا بحذر كل الناس من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. ده وبعدين احيانا نكذب بقى على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عشان ده يخدم القضيه بتاعتنا اللي احنا بنطرحها. والنبي عليه الصلاه والسلام في اكثر ما من حديث، من حديث انس وحديث المغيره بن شعبه وحديث ابي هريره بروايات متعدده، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ان كذبا علي ليس ككذب على احد، ومن كذب علي يلج النار، الى اخر هذه الروايات. وبدانا للاسف الشديد نشوف قضيه مثلا ان الناس بتبدا تفهم القران بمزاجها او على الوجه اللي هي عاوزاه هي بس. طب كلام الفقهاء ده نودي فين؟ أنا في النهاية أنا محتاج إن أنا أفهم القرآن ده بفهم سليم، والفهم السليم عندي أئمة كبار عظام رضي الله عنهم فهموا القرآن والسنة بفهم دقيق، لأن هم ناس حفظوا القرآن وعلموا حديث النبي صلى الله عليه وسلم رواية ودراية، وعلموا اللسان العربي. لكن دلوقتي احنا ما حدش لحافظ القرآن كويس كما ينبغي إلا مرحم ربي، والحديث ما حدش عارفه رواية دراية إلا مرحم ربي، وما حدش يقدر يدرك اللسان العربي أصلاً عشان يفهم المعاني دي رايحة فين وجاية منين. وبالتالي إحنا عندنا قضية خطيرة جداً، إن زوج تزوج امرأة واخدها من بيت أهلها على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول للزوجة خلي بالك زوجك ده جنتك ونارك، بنقول كده، ونقول للزوج خلي بالك ربنا قال وعاشرهن بالمعروف، وما ينفعش اللي أنت تقهر المرأة دي بأي حال من الأحوال. ولو المرأة دي وصلت إلى حد النشوز، والنشوز له ضوابط، يعني واحدة بقول لها هاتي كوباية المية، قالت له عم تقوم تجيبها أنت، فهي كده ناوي راح قام ضربها، ويقول لها أصل القرآن قال واضربهن، أقول له أنت كذاب لأنك أنت بتحط القرآن آيات القرآن في غير موضع. بس هي كده ناشز ما سمعتش كلامي، أقول له أنت مش فاهم حاجة لأن أنت مش فاهم أصلا معنى النشوز أصلا للأسف الشديد. ما تقوم تجيب أنت مية ولا إن شاء الله ما طفحت باللغة كده الدارجة على طول. فاذا انا بامرها بالطاعه، وانا بامر الزوج ان هو يتمهل، الوعظ، الهجر، قال الله عز وجل واضربوهن. العلماء تكلموا في الايه دي بفهم دقيق سليم جدا في المساله دي. فيجي بنسمع حالات دلوقتي اللي هو يقول لك ايه، ان هو زوجتي ولازم تسمع كلامي. هي الطاعه اصلا مطلقه ولا مش مطلقه؟ العلماء اختلفوا. راي الحنفيه والمالكيه والشافعيه قالوا والله ده مطلقه في المباح، وبعض العلماء كابن حزم وابن حجر وبتاع قال لك مقيدة الطاعة دي في أمور ما يتعلق بالنكاح والاستمتاع. خلاص؟ طيب جينا في قضية تانية وأنا بفصل في ده عشان هقرأ كلام الفقهاء في المسألة دي. وأنا عندي أنا راجل مثلا على سبيل المثال، أنا راجل أزهري ومراتي مثلا أزهرية، فدي مذهب مالكي ودي مذهب شافعي مثلا، هي لها رأي بتاخد بيه وأنا ليا رأي باخد بيه، هل ينفع إن أنا أجبرها إن هي تاخد برأيي؟ لا طبعا. هل ينفع إن أنا أمنعها من هي تعمل كذا؟ الفقهاء تكلموا في المسألة قال لك لا مش من حقك.
طب مين اللي قال الكلام ده؟ اذا الرسول صلى الله عليه وسلم ما اكبرش حد على حاجه في الدين صلى الله عليه وسلم. لا ده انا عاوز اوصل لك، بصي كلام في كتاب مهم جدا، الكتاب يا استاذه دعاء المفهم لما اشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي عليه رحمه الله، بيقول كلام حلو قوي، بيقول وحق كل واحد يعني من الزوج او الزوجه ان يصير الى ما ظهر له، أن يصير إلى ما ظهر إيه؟ ما ظهر له. أنا متبع الإيمان في الحتة دي، المسألة فيها خلاف، ما تجبرنيش، ما تجبرنيش اللي أنا أخد برأيك أنت، وأنا كمان مش هجبرك اللي أنت تاخد برأيي، خلاص؟ كل واحد يمشي على الرأي اللي يعجبه، ولا يثرب عليه، ولا يلومه، ولا يجادله. ده كلام مين؟ الأئمة الكرام رضي الله تبارك وتعالى عنهم وأرضاه. لا ده أنا عندي كلام أعلى من كده كمان، ومحتاجين اللي إحنا نفهمه. فواحد يقول طيب هو دلوقتي بيمنحها من زيارة أهلها، هو ينفع يا سيدنا ان هو، العلماء تكلموا في المساله دي، قالوا هو ينفع ان المراه اصلا تروح تزور ابوها ولا ما تزورش ابوها؟ شوفي الحنفيه، المذهب الحنفي بيقول لا يحق للزوج اصلا ان هو يمنع زوجته من زياره اهلها، خاصه لو كان والدها ده مريض كمان وهي ما فيش حد يقوم عليه، هي تقوم عليه. فيقول لك بس حق الزوج مقدم يا سيدي. قال له اسمع بقى، ولا يجب على الزوجه طاعه زوجها في ذلك، سواء كان الوالد ده أبوها مسلم أو غير مسلم، لإني حودي قول الله عز وجل وبالوالدين إحسانا فين؟ الكلام ده موجود يا جماعة في شرح فتح القدير. المالكية مثلا بيقولوا كده، أن للقاضي أن يقضي للزوجة المأمونة بزيارة والديها إذا منعها زوجها. الزوج بيقول لها إيه؟ ما تروحيش. فالقاضي يقول لها إيه؟ يقول لها لا روح. طب أروح كل قد إيه؟ تخيلي هم حددوا المدة برضو الفقهاء. يعني مثلا العلماء عليهم رحمة الله في كفاية الطالب الرباني مثلا عندها في المذهب المالكي، أنه إذا حلف الزوج بيحلف على أنها لا تزورهم فإنه يحنث في يمينه ويحكم لها القاضي بالخروج للزيارة، ولو خرجت يروح يكفر عن الإيه؟ عن اليمين بتاعه، تمام؟ ويقضي لها بالزيارة أي في الجمعة مرة، يبقى كل أسبوع إيه؟ مرة، كل اسبوع مر. ده لو المسافه قريبه، ولو مسافه بعيده حسب الايه، حسب الكلام. جم بقى الشافعيه والحنابلة قال لك لا تسمع كلام زوجها، انا بس هوصل النقطه هنا، تسمع كلام زوجها وما تروحش، واللي يسمع عليه هو ما مش على الزوجه. واستدلوا بالحديث يا استاذه دعاء اللي هو ان امراه كانت تحت رجل وابوها عي وبتاع ومش عارف ايه، والحديث ده او الحديث ده في مسند الحارث زايد الهيثمي، الحديث ده اصلا ضعيف، ضعف شديد جدا، يعني قصه مش حقيقيه، مش حقيقيه ولا لها علاقه اصلا بالمساله دي. قال لا، يعني انتوا استدليتوا يا جماعه بحديث؟ قال لك اه ده حديث ضعيف. اذا فاحنا بناخد بقول مين؟ بقول المالكيه وقول الحنفيه، لان ادلتهم قويه في المساله دي. لا فرضا الحديث صحيح، وراي الشافعيه والحنابلة ده راي قوي جدا ومعتبر، خلاص كده. والست في خلاف فقهي في المساله، هو من حقك انت تجبرني اللي انا اخد برايك انت؟ لا طبعا، احنا لسه قايلين اهو، وقلنا كلام الامام القرطبي عليه رحمه الله، واخده بال حضرتك؟ والمالكيه وضحوا المساله دي، قالوا القاضي ده حلف كفر يا حبيبي. قال لا، والقاضي قال لك يحكم بده ويخليها تروح تزور مين؟ خاصه لما يكون ابوها ايه؟ يكون ابوها مريض ولا بتاع وما الى ذلك. فما بالك بقى باي حد يجي يقول ده بيمنعني من الزياره، ده بيخليني انا ما اكلموش ده. والعلماء تكلموا كمان، هل هو يقول ابويا وابوك وامك ما يدخلوش بيتي، ما يجيش يزوروك؟ الفقهاء تكلموا في الحته دي كمان. فانا عاوز اقول ايه يا استاذه دعاء في الحته إن إيه؟ دي ان ما ينفعش. لا، في اقوال يقول لك لا ده يزور كمان. بس هو القضيه اللي احنا بنعمل ايه؟ اولا الزواج يكون بالمعروف، لكن لما الزوج يتعنت ويبقى فيه بقى مشقه شديده، ويبقى يعني بيفهم القرآن والسنة بمزاجه هو، فهم السقيم ده، احنا عندنا كلام الفقهاء عليهم رحمة الله. اود فين قول الله عز وجل وبالوالدين احسانا؟ بس هي تسمع كلام يا حبيبي، انما الطاعة في المعروف. انت بتقول لها دلوقتي ما تروحيش تزور اهلك، ودي ربنا بيقول وبالوالدين، اسمع كلامك ولا كلام ربنا؟ يعني انا اسمع كلام مين؟ سبحان الله. فهو عندي هي واخده برايه وانا فيقول لك انا بص انا شافعي حنبلي على المذهب ده. طيب ماشي، وهي واخد بمذهب الملكيه والحنفيه، تقدر تمنحها؟ الفقهاء بيقولوا لما يكون في خلاف في المساله محدش يثرب على الاخر ولا يلومه ولا يجادله كمان. كل واحد حر. كل واحد حر. ليه؟ لان انا ليا دليل، لان اصلا الاراء المختلفه والكتيره والسعه دي في الاراء رحمه. سيدي محمد البشار كان يقول كده، ومالك واحمد والشافعي
أبو حنيفة الإمام التابعي على هدى من ربهم ورحمة والاختلاف نعمة للأمة طبعا. والأشعري قدوة مقدم جنيدنا طريقه مقوم. إحنا عرفنا كده وتربينا على ده إن خدوهات، ولذلك في فهم دقيق جدا إن النبي صلى الله عليه وسلم منع الصحابة الكرام والكبار قبل ما ينتقل صلى الله عليه وسلم إلى رفيق الأعلى بسنتين ثلاثة كده وقال لهم إيه؟ ما حدش يسألني. فقالوا طب وهنعمل إيه؟ فهم الصحابة هيسألوا إيه؟ قاعدين مع سيدنا النبي طويل، فهيقعدوا يسألوا أسئلة دقيقة اللي هو يعني يعني ذكية قوي. فقولوا كنا نحب الراجل يجي من البادية ذكي ولا بتاع يسأل سيدنا النبي وإحنا نقعد إيه؟ نسمع، هو منعنا إحنا عليه الصلاة. فالفقهاء العلماء قاعد يقول لك هو الكلام ده ليه؟ فبعض العلماء اجتهد وقال لك وليه منحهم النبي؟ قال عشان يدي فرصة للاجتهاد بعده صلى الله عليه وسلم، ده يقول حاجة وده يقول حاجة، وكلهم من رسول الله إيه؟ كما قال سيدنا الإمام البصيري، وكلهم من رسول الله ملتمس. أدام المسألة تقبل الرأي والرأي الآخر والاجتهاد والاجتهاد سائغ ومش مخالف لنص صريح من كتاب أو سنة، فمفيش مشكلة، أنت ليك رأي وأنا في النهاية ليا إيه؟ وأنا في النهاية ليا رأي. يعني ما ينفعش الزوج إنه يمنع لا يجوز مراته وأنت واخدها من أهلها، ما ينفعش اللي أنت تقطعها عن أهلها تشوف أهله، ما ينفعش. أيوه، ولو منحها تروح ما تطيعوش ما تطيعوش، إنما الطاعة فين؟ في المعروف. خلاص، دي نقطة مهمة جدا كان لازم نبدأ بيها حلقتنا، لأنه اتكرر في الفترة اللي فاتت مكالمات يعني كلهم متشابهين إن الزوج يمنع مراته إن هي تكلم أهلها أو تزور أهلها، وده ما ينفعش، ملهوش علاقة بالدين ولا بالإسلام، وهي ما تسمعش كلامه وتشوفهم طيب وتكلمهم طبعا وتودهم، لأن ربنا اللي قال وبالوالدين إحسانا، أوديها فين دي؟ طبعا. والنبي قال إنما الطاعة في المعروف، طب ده معروف ولا مش معروف؟ طبعا قضية طاعة الزوج لزوجها ده موضوع طويل، ممكن نفتح له حلقات طويلة جدا يا أستاذة دعاء في المسألة دي. يعني احنا ممكن نفتح حلقات طويلة جدا نشوف، لأن مثلا يقول لك ايه ما ينفعش ان المرأة تصوم مثلا على سبيل المثال النافلة إلا بإذن زوجها. قالوا ليه؟ قالوا أولا ده مش فرض، والوقت ده ملك مين؟ ملك الزوج، انت واخدة بال حضرتك، وهو في أي وقت يحتاج أن يستمتع بزوجته فده من حقه، فده من حقه ان هو يستمتع بزوجته، فيقول لها لا يا ستي وانا موجود ما تصوميش. طب لو زوجها غاب، يعني هو مسافر، واخد بال حضرتك، وهو بيتصل بالاتفاق انت اخبارك يا ست الكل، والله الحمد لله، بقول لك ايه يا ابو حميد، هو انا ينفع بكره ان شاء الله اصوم؟ انا منعك والنبي قال تسمع كلامي. لا يا حبيبي ما اسمعش كلامك في الحته دي، بس ده نافله يا مولانا. ما يا حبيبي ما هو مش موجود، ده مسافر. لانه هو المنع ليه في النافله؟ عشان الزوج يستمتع بزوجة. طب هو هيستمتع، هو خلاص مش موجود مش موجود، هو بعيد، واخد بال حضرتك، وهكذا. طيب نبدا بقى ناخد تليفونات مشاهدينا. اول تليفون ماريا، اهلا بيكي ماريا، دي بنتي بقى على اسم بنت الشيخ احمد ماريا برضه دي شرف لي انا استاذ دعاء. ازي حضرتك؟ ازيك يا حبيبتي، اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله، كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه. ازيك يا شيخ احمد؟ الحمد لله. ازيك يا ماريا، اخبارك؟ تمام الحمد لله. انا بنت اسمها ماريا. اسمي ماريا. ايه؟ انا اسمي ماريا. ماريا، طيب كويس. ماريا، تمام؟ حضرتك كان عندي سؤال وبطلب من حضرتك انك انت تديني سؤالك كديني او تديني سؤالك اخر. علي صوتك، علي صوتك. ماشي. انا عايزه حضرتك اسالك سؤال، بس انا سؤالي صعب شويه، واتمنى انك انت حضرتك تريحني. ربنا ييسر لنا الامر ونعرف نحل السؤال الصعب ده. انا حضرتك زوجه ثانيه، اتزوجت زواج ثاني عشان انا منفصله، وعاداتنا وتقاليدنا متشدده، لازم اتزوج زواج ثاني لان انا كنت منفصله، وحضرتك اتجوزت واحد قال لي انك انت عايزه خلاص طبيعتك وتكوني صريحة معايا. أنا طبعا على حكم عاداتنا وكده فرحت على كل حاجة وما خبتش عن أي حاجة، وهو خب عني أهم لا حاجة. أهم صرحتي حبوبي. معلش يعني آسف، صرحتي في إيه؟ صرحته كل حاجة، أنا كنت منفصلة خلاص، الشخص ده يعني هو كان عاوز يعرف، كان عاوز، معلش أنا آسف، عاوز يعرف تفصيلات عن زواجك الأولاني. انا كان حابب يعرف ايه سبب. وده ما ينفعش اللي انت كنت تحكيه اصلا، يعني لو حكيتيه في انت مخطئه، وما كانش ينفع اللي انت تحكيه اصلا باي حال من الاحوال.
اقول لحضرتك كان ليه عايز اعرف، كان البروب بيكون انا ما يقبلش اني انا ممكن ما اقدرش اعيشني العيشه دي، او كان ممكن فاكرني اني انا عيلتي مرتاحه، كان فاكرني اني انا عايزه واحد اعيشني مستوى معين. لا، ما كانش يفرق معايا المستوى، بس كان يفرق معايا ان هو ايه، في ثقه، فيه محبه، فيه انه انا دي انا يعني ايه هتيجي الله فيها، كان دي انا اللي شنيتي. تمام. انا خدت واحد الحمد لله هو كويس، وحيد اخواته، بس مشكلته امه، والدته بتتدخل في والدته حياتك؟ انا بعيد عنها، بس هي بتتدخل، هي عايزاني لو هشحن كارت شحن تليفوني. لا، طب ليه تشحني؟ ليه التبذير؟ عارف سوري يعني في الكلمه، هي من الستات اللي هي قديمه جدا، اللي هي الست السعوديه جدا، اللي ايوه، هي فبتتدخل في بتبني كل بيتها. تفصيل، في كل تفصيله يعني. تمام. انا اولا هو كان يرفض ده، كان يقول لها انا زوجتي ليها حقوق عليا وانا من حقي اعملها لها. ثانيا انا والدي فقد ابنه، فانا ما كنتش بحكي، وكان في تصرفات والدك تحصل. كان ايه؟ والدك كان ايه؟ انت عارفه كان يا ماريا ابنه صوتك اخويا الكبير متوفي. بيقطع. ايه؟ والدك متوفي بتقولي ولا؟ انا والدي اخويا الكبير متوفي، اخويا انا، الله اخوك يرحمه، انت. الله يرحمه، الله اه. يرحمه. فانا عشت معاه، ما كنتش احكي عشان خاطر والدي، مره مع مره، فكان دايما من ضمن المشاكل كان يبص لي انت مطلقه وهتستحملي، انت جيزه تانية وهتستحملي، مين اللي مستحيل انك انت هو جوزك اللي كان بيقولك كده يعني؟ لا، كانت دايما نظرته كده، ولما كنت اقول له انا طلعت بيه من ارض الله واتجيت الله فيه، لدرجه ان زوجي الاولاني كان بيتمنى ان انا اصبر ما اتجوزش عشان يرجع لي تاني. ماشي. وبعدين انتي اتطلقتي وبعدين اول مره ليه؟ طلقت الاول مره، ما صرحنيش في حاجه، هو كان مريض نفسيا وكان بيمد ايده، وانا كنت خارجه من وفاه، طبعا. بناتي لما كان ماشي، بناتي كان كويس لما انك يشوفوني انتي بتضرب اتطلقتي. فمنعوا كده. طبعا. انتي خلفتي منه الاولاني ده؟ لا طيب التاني خلفتي؟ لا، ما خلفتش، ومن كتر محبتي فيه كنت اتمنى انه ربنا يديني العوض، وهو من كتر ما هو بيحبني كان بيتمنى ان هو ربنا يديني، لدرجه ان هو معاه ولد، ولدرجه مش منعاه من ولده، ولما كويس. جاني قال لي مش هيأثر على حياتنا. تمام، كويس. هو طيب متجوز واحده يا شيخ مش كويسه، هو اصلا مش واحده خارقه مطلق؟ حياته. لا يعني مراته الاولانيه مش كويسه معاكي؟ لا، ولا هو معاهوش. مطلقه مراته الاولانيه لا ولا لا انتي لا زوجه لا، تانية؟ اه زوجه تانية. مطلقها. مطلقه. مش انت قلتي اه، انها زوجه تانية؟ وللاسف يا شيخ هي اصلها بتحاول ما هي تكلمني، اتجوزت مره طيب تانية. ماشي، وكلمتني ورهنتني جدا جوزي، وقالت لي زي ما سبته بمزاجي هجيبه بمزاجي. فانا انتي ما بقول له ابعد ترديش عن عليها ولدك. اصلا. انتي خلاص، ما هي ترديش ملهاش علاقه، عليها اصلا. انت خلاص بيتي مراته لوحده، فما لكيش علاقه بيه. بس يا لكن شيخ احمد هي راهنت، وهي معلش في الكلمه، هي سبب جواز زوجي الاولاني، هي اتجوزته بعمل. ما تدخليش نفسك في المتاهات دي وما تكلميهاش وخلاص. ماشي يا دو يا استاذه دعاء، هي بتكلمني من تليفون جوزي، فهي بتعرف في الوقت اللي هو جوزي يعني عندي، هي بتكلمك فبترن على عليا التليفون بالنا. بتاع زوجك انت؟ نعم. بيكلمك على تليفون زوجك؟ اه، طب وزوجك وانت سامح بتردي ليه؟ طب ليه؟ ما لا لا، وزوجك اصلا حضرتك ما هي يعمل بتخش بلوك اصلا ما يردش عليه التليفون، بتدخل عشان كده ولد. المكالمة ها؟ بولدها، فالولد انا عشان الولد بيصعب عليا، فبيقول له يا الولد بابا يجيب له انا تليفون. بوحشك، فهو لما بيتكلم بيسمع الصوت صوت راح. ابنه بيتعب. لا هو شوفي، هي تتكلم عشان ابنها ولا حاجه، انت مالكيش علاقه، انت لا تتدخلي اصلا في المسائل دي خالص. مع حضرتك بس هي بتجيبه بالواد، يعني هي بتقول له لما بتيجي عايزاه تشوفه بتقول له الواد تعبان ومحتاج لك، فيروح ما يلقاش الواد تعبان ولا اي حاجه، بيجي دور. فاهمه الدخله ايه؟ لا انا مش فاهم الحته الاخيره دي. ماشي يا ماريا، حضرتك انت يعني بتقولي ان هي بتكلمه لما تكون عايزاه يروح لها. انت شيليها من دماغك، انت حطاها في دماغك وغيرانه منها ليه؟ خلاص، هو طلقها، ولو كان عايزها كان كمل معاها واختارك انت واتجوزك وبيحبك وخلاص. ما شيليها من دماغك. وهو ما انا مش عارفه بقى، هو المفروض يرد عليها ولا ما يردش؟ هيتلاقيها بتتكلم بحجه ابنها، هي بتتكلم على تليفون الزوجة الأولانية دي بحجة الولد. هي عامة بعيد، هي الزوجة الأولانية تتكلم أو لا تتكلم، هي ملهاش علاقة بالزوجة الأولانية خالص. وانت ما ترديش عليها أصلا عشان خالص هتستفزك. نهائيا، حتى لو زوجك قال لك خدي التليفون أهو رد عليها، قولي له قولي أنا له أنا آسفة، مالي أنا ومالها. ماليش علاقة بيها. أنت واخدة بال حضرتك؟ وشيليها من دماغك خالص خالص. نهائيا. أنا بس من لغاية دلوقتي ما فهمتش السؤال فين أصلا. أنت معانا ماريا ولا؟ لا، ما فهمناش السؤال.
هي كانت بس بتقول يمكن حماتها بتتدخل في حياتها او كده، ويمكن يعني عشان ما خلفتش قلقانه كده يعني. يعني يبدو ان كان في سؤال بس لسه السؤال ما كملش يعني. حاولي كلمينا ماريا مره ثانيه. حاولي تكلمينا تاني. اصل صوتها اصلا كان بيقطع بيروح. وبعدين هو لا يجوز باي حال من الاحوال كويس. ان الحما والحماية تبدا تتدخل في حياه الزوجه بالطريقه ما دي. ما تتدخلش بصراحه، الحماوات ما يتدخلوش لا كده. لا مش كده خالص. طيب معانا مين؟ دنيا اهلا بيكي. الو السلام عليكم. عليكم السلام. ايوه حبيبتي اتفضلي. ازيك يا استاذه دعاء؟ الحمد لله تمام. ممكن اكلم الشيخ لو سمحتي؟ اتفضلي. اتفضلي يا فندم. اتفضلي يا دنيا. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله في نعمه. بس انا حضرتك. ايوه وحضرتك بخير وصحه وسعاده. بقول لك لو سمحت عايز اسال سؤال. اتفضلي. الو سامعينك يا دنيا، قولي سؤالك. لو سمحت انا زوجه تانيه. ماشي. كنت متجوزه قبل كده وكان معايا بنت. وبعدين يوم الزوجه الثانيه النهارده فالبنت سايباها مع والدتي. يعني انا اتجوزت بعد 4 سنين من طلاقي، فانا كنت رافضه الجواز. فلما جه الشخص ده وقال لي هاخد بنتك معانا وكده انا وافقت بيه. وهو متجوز؟ هو متجوز. انت بتقولي ان انت زوجه ثانيه. متجوز ومعاه ولد. ومش مطلق مراته، انت متجوزه. لا هو مطلق مراته ومعاه ولد. طب يبقى انت دي مش زوجه ثانيه. يعني انا كنت متجوزه مره يعني. تاني مره ليك انت. وليه هو كمان. فهو معاه ولد ومطلق مراته وخلاص. انا وافقت بيه عشان هو قال لي هاخد بنتك معانا وكده وتتربى مع الولد وتربيهم مع بعض ويروحوا المدرسه مع بعض وكده، فانا وافقت. هم قد ايه الولد والبنت دول؟ هو الولد عنده 10 سنين وانا بنتي كان في الوقت ده عندها 5 سنين. تمام. وبعدين؟ وبعدين انا جيت اتجوزت، فبعد الجواز كل شيء اتغير، فهو رفض ان بنتي تيجي تعيش معايا. وابنه؟ ابنه معايا في البيت وانا معايا ابنه معايا في البيت، يعني كويس معايا وكده ومع بعض عادي يعني مش في مشكله. ابنه مش مع الام ليه؟ لا هو مع هي امه سابته يعني. هي إيه؟ هو صغير كان. هي ايه؟ كان امه سابته. سابته هو صغير. وبنتك ماشي. بنتك بتتربى مع مين؟ مع والدتي. تمام. طب هو لما قال لك كده وافقتي ليه؟ هو في الاول قال لي انا هتيجي هتعيش معايا وكده، وجينا نتجوز ما خلاص. أيوة بعد الجواز كل شيء اتغير. لما كل شيء اتغير ما وقفتيلوش ليه وقلتي له لا؟ مع اهلي بقى رفضوا، مش رضيوا ان هم يخلونا نفصل عنه، قالوا لي دي ثاني مره وما ينفعش ولازم تتحملي وبنتك معانا، وهم رفضوا ان هم يعني يخلونا اعيش مع بنتي، قالوا لا هي معانا وانت تعالي نشوفيها. والحضانه انتقلت لوالدتك يعني؟ هي مع والدتي، فانا بروح اشوفها وكل حاجه. بس اللي خلاني ان انا عايزه بنتي تيجي تعيش معايا بعد الجواز، البنت كانت متعلقه بيا بطريقه فظيعه وكانت تعيط لدرجه ان هي هربت من الحضانه اللي كانت بتروح فيها. وجت طفل يتعلق بامه يعني. وبعد ما جات لك ايه اللي حصل؟ بعد ما جات لي انا يعني اتصلت على والدتي قلت لها انا خلاص هنفصل عنه، انا عايزه اعيش مع بنتي وانتم مش راضيين. فهم ابويا غصب عليا قال لي لازم تعيشي غصب عني، مش ينفع تتطلقي تاني مره، دي صعبه انت تتطلقي تاني يعني. فبنتك تعالي شوفيها بس مش هينفع تاخدها عندك عشان حاجه غريبه بجد يعني. طيب وفي الكلام ده من قد ايه بقى؟ بقالك قد ايه؟ بقاله يجي سنتين كده الموضوع ده. طب والغير فانا بقى عشت وخلفت منه بنت الحمد بس لله. انا شايله ذنب بنتي الاولانيه، هي دلوقتي بتجيلي وانا بروح لها وكل حاجه بس شايله ذنبها. انا هسالك سؤال، هسالك سؤال بس، هو زوجك اخباره ايه معاكي؟ يعني علاقته بيكي طيبه؟ لا هو كويس. لا هو كويس مش وحش. لا هو مش كويس ولا حاجه على فكره. لا هو لا خلي بس دي واحده. هو كويس معاك انت بس هو ظلمك. معايا انا كويس. ماشي هو ظلمك ورجع في كلامه وكده. خلينا ناخدها من هو رافض ان بنته تيجي تعيش معايا عشان اهله. اهله؟ ايه علاقه اهله يعني بقى؟ بيدنهم بقى امه بتدنها تكلمه، انت بتجيبها تعيش هنا ليه؟ انت ما تصرفش عليها، هي لها اب، انت مش ملزوم بيها. فهو بقى ايه يعني بيعمل حساب لهم شويه. لا حول ولا قوه الا بالله. فانا دلوقتي البنت يعني انا لو قلت لك عليها بتعمله صعب جدا، هي كبرت دلوقتي وفهمت وبقت تعيط ليل ونهار، انا عايزه اعيش معاكي، انا عايزه اعيش معاكي، لدرجه ان هي بقت تروح الحضانه، الحضانه دي في البلد اللي انا متجوزه فيها، انا بيني وبينها ربع ساعه مش كتير. بس بقت بتهرب من الحضانه من غير ما الاوبر تشوفها وتجيلي في البيت وتعيط، بقى اخويا يجي ياخدها تعيط وتصوت وتبهدل الدنيا كلها مش عايزه تروح. حرام يعني والله. وهو شايف يعني، هو شايف كده وهو يقول ايه؟ رافض. انا مش عارفه يعني بصراحه يا دنيا انت يعني اصلا ليه خلفتي منه كمان؟ واهلك طبعا ظلموكي وظلموا بنتك بصراحه. انا مش عارفه انا يعني انا اختلف معاكي. لا هتختلف ازاي؟
هختلف معاكي. ده هم بيقاروا الام والبنت، البنت عمرها ما هتبقى سويه خلاص كده الطفله دي. لا انا هختلف معاكي. طب قول يا شيخ احمد قول. احب اسمع برضو رايك. احب اسمع رايك. يعني اولا لازم ادي نصيحه ان كل زوج هو بيتزوج امراه معاها طفل او طفله، ده باب مفتوح ليك للجنه اللي انت ترعاه باليد الحانيه، بالانفاق عليه او الانفاق عليها، بالتربيه السليمه، بالنصيحه الطيبه، كل ده باب حسنات كتيره جدا بتدخلك الجنه. كونك انت تركت ده، انا ممكن اهديها من باب تاني، اقول لها ادام هو عنده طفل وعمره 10 سنوات ودلوقتي 10 سنوات فاهم وداخل في مرحله خلاص مرحله خطره جدا، والبنت تقريبا في نفس السن كده، بنتك كانت مستحيل تستمر بعد سنتين ثلاثه في البيت لانك مش هتعرفي تراعيها، ولان ابنه مش اخوها، مش اخوها. فاحنا ممكن نقول الحمد لله اللي احنا بنخاف على بنتنا برضو وبتتربى مع ماما، مفيش مانع انها تيجي تقعد وفي حضني وتاكل وتشرب وكل كده، وفي الاخر اوديها فين؟ عند ماما. ليه؟ احميها. ما احميها، انا ما اعرفش الزمن مخبي ايه، ما اعرفش الولد ده ممكن يبص لها بصه غريبه لان هو مش محرم. فانت لازم تفكري في المساله دي، انا هاخدها من ناحيه ثانيه، وادام زوجك كويس معاكي يا بنت الحلال وانت بتخدمي ابنه فلك الثواب، كما هو لازم يفهم ان هو لو كل جنيه صرفه على بنتك بياخد ثواب كتير جدا. لما يحط ايده كده على راسها ويقول لها، لان هي محرم، لما هو محرم ليها، لما يحط ايده على راسها ويد الحانيه بياخد ثواب كتير. كون هو منع الثواب ده، انت فاهمي حته من حته تانية ان الحمد لله عشان احمي بنتي، لان الولد ده مش اخوها، ما نعرفش بعد كده، خاصه المشاكل اللي احنا بنشوفها يا استاذ عبد، بنسمعها في المجتمعات. صح. دلوقتي دي وجهه نظر مهمه طبعا جدا جدا وسليمة. وشرعيه وسليمه، بس لكن على الاقل فيش لكن بقى لكن على الاقل ان هي تاخد بنتها زي ما انت بتقول، ما انا بقول تاخد بنتها من الحضانه، تتغدى معاها، تقعد معاها، تتعايش معاها، هي تروح في بيت مامتها تقعد مع بنتها، لكن سايباها كده خالص وعماله تربي في الاغراب، حاجه غريبه. يعني هي في الاخر لها ثواب، بس هي احنا بننصحها ان برضه بنتها يعني تروح وتيجي معاها، لكن تتربى مع امك ده افضل واسلم. هتبقى مدمره نفسيا، ما هي لازم تتعامل في دي. نعم. احنا نظرنا نظره ثانيه، نظره ثانيه عشان المشاكل اللي احنا بنسمعها. أشكرك يا شيخ أحمد في نهاية فقرتنا. ربنا يكرمك. مشاهدينا خليكم معانا بعد الفاصل.